بين ناد جاء إلى وهران لتأكيد ريادته وآخر عصي داخل قواعده ويحسن اللعب أمام النوادي الكبيرة. شباب باتنا دخل مباشرة في اللقاء ومن دون مقدمات جابالي ومن أول هجمة وبرأسية محكمة يفتتح باب التسجيل 4 دقائق بعد انطلاق اللقاء. عناصر الأولمبي استحوذت على الكرة وحاولت نقل الخطر إلى دفاع الشباب عبر الخطير بورويس. لتأتي الدقيقة 20 بالجديد تسديدة عيساوي يحاول صدها دفاع الشباب ولمسة يد واضحة الحكم بوسليماني يعلن عن ركلة جزاء. يتولى تنفيذ عيساوي معدلا النتيجة. ضغط رجال عثماني استمر أمام نقص تنسيق واضح لرفقاء بابوش. المدافع فرتول هنا يحاول من بعيد وكرته بجانب إطار الحارس معزوزي. استمر الضغط من جانب المحليين وبورويس يضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. تشكيلة الكوتش بوعراطة حاولت تنظيم صفوفها وكانت لها فرصتان حقيقيتان للتهديف عبر مصفار في الأولى وبوحربيط في الثانية يخرجها مدافع الأولمبي من خط المرمى الحارس خثير. لنشهد بعد ذلك أحسن عمل في اللقاء، عمل فني ممتاز من بورويس يمرر على طبق إلى بعوش الذي يعبث بحارس الشباب ويسجل هدفا رائعا يستحق الإعادة. الشوط الثاني لم يرقى إلى المستوى المطلوب، شحت فيه المبادرات ما عدا رأسية زاوي للمحليين رد عليها الشباب بهذه الكيفية. وصل الزوار ضغطهم في الخمس دقائق الأخيرة الذي يثمر بهدف التعديل من ربوح أسامة بهذه الكيفية لينتهي اللقاء بالتعادل المهم للشباب الذي لم ينهزم منذ 14 جولة كاملة وأولمبي أرزيو الذي يسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة بميدانه.